زي ما انا قلت كده، ساعات لما بنعمل طرط كده في اي مناسبه بتبقى عادي، يعني بنعمل حلويات وبنستعد وبتبقى بتفتح النفس. بس لما بنعمل بقى طرط وحلويات بالاجواء اللي احنا فيها دي بتبقى قصه تانية، وتركات اللي هي بتبقى يعني حاجه مميزه جدا جدا جدا. احنا النهارده معانا حاجات كتير شكلها حلو جدا وشكلها شيك قوي. قولي ايه اللي خلاك اصلا تفكر في الفكره دي، وبعد كده بقى نخش على الحلويات وناكل براحتنا. الفكره دي تحديدا يعني هي الفكره، يعني هي الفكره التقليديه المعتاده اللي هي التورت العاديه، سواء بقى تورت عاديه عليها بابا نويل او التورت اللي هي عليها عجينه السكر. احنا عايزين نمشي يعني مش انت كده سرعت قوي، انا عايزين نيجي من الاول. ايه اللي خلاك تفكر تفتح وتاسس شركه؟ لا ما انت ما سالتنيش كده، لا خلاص هبدا معاك من الاول. قلت دي طب يلا نبدا من الاول بقى خالص. اللي خلاك تفكر دايما الشغلانات دي او الحلويات بتبقى يعني الناس بيحبوا بقى المطبخ من زمان قوي، ايه اللي خلاك تفكر في شركه او تاسيس شركه حلويات؟ هي الموضوع جه معايا بالصدفه يعني. انا كنت شغال مع والدي في مجال المعمار، وبعد معمار بعيد جدا يعني بعيد جدا. بعد كده رحت مجال تاني خالص فاست فود وكده، تدرجت فيه لحد تيم ترينر، كنت مدرب احد المطاعم الشهيره يعني. بعد كده مسكت مدير عام شركه كبيره في المجال برضو الحلويات والكاترينج. بعد كده طورت بقى من نفسي وخدت كورسات ودورات كتير جدا في الموضوع ده، وحبيت دايما نفكر بره الصندوق يعني، مش شرط برضو الحلويات، لا في مش اللي هو تورته والسلام او نعمل حاجه حلوه والسلام، لا يعني حلو وحادق الاثنين بره الصندوق، حلوة مش الحاجات التقليديه. يعني برضو احنا ممكن بنعمل التورت الجمبري، في ناس كتير ما يعني ما لا بالنسبه استنى لهم تورته الجمبري دي حاجه غير. التورت الحلوه وبعد كده نخش مع بعض على تورته الجمبري. طيب عشان نشرح بس للناس اللي شايفه دلوقتي او للبيت اللي احنا شايفينه قدام طبعا حضراتكم على الشاشه، بيت ابيض، في ناس كتير تبقى فاكره ان ده مكات عادي. عايزاك تشرح لهم وتقول لي البيت ده عباره عن ايه، عشان في ناس طبعا فاكره ان ده حاجه خشبيه كده ومش حلويات بحقه حقيقي يعني. هو ده بيت كله معمول من البسكويت، يعني التورت العاديه التقليديه اللي هي بتبقى سبونج، سواء محشيه فروت او محشيه شوكليت وبيتحط عليها عجينه السكر، لكن ده بقى يعني حاجة مختلفة تماما. كل الجدران بتاعت البيت، انا عايزاكم بس استاذة شذا نجيب تاني البيت عشان نشرح لكل الناس ان البيت ده مش مكات ولا هو خشب، احنا شايفينه من بعيد. هو بيقول ان الحشوة بتاعته كلها بسكويت، وايه تاني؟ بسكويت وزبدة. اكمل؟ يلا كمل. البيت يعني البيت كل الهيكل ده بيتاكل، البيت معمول من البسكويت، بسكويت وزبده وجنزبيل، وبعد كده اتقطع الجوانب كلها على شكل الماكت دوت، وبعد كده دخل الفرن، البسكويت استوى، بعد كده البيت عشان نلزقه يعني استخدمنا الشوكولاته الوايت، وبعد كده السكر البودره، وبعد كده غزل البنات عشان يدي الايحاء بتاع التلج. تسلم ايدك، وافكار فعلا. وبابا نويل طبعا بعجينه السكر دي الحاجات السهله اللي هي التزويق، لكن هو كله بيتاكل يعني. انت عايز يعني نطفي النور في 31، نفتح النور ما نلاقيش البيت، كل الناس تاكل. طيب حلو جدا 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 ان انت بتعمل حاجه ممكن تكون عاديه، بس الاضافات اللي انت اتكلمت فيها النهارده هو ده التركات اللي بتميز اي شيف عن التاني او اي حد صاحب فكره عن حد تاني. لما جيت تفكر الفكره دي، وانت قلت ان انت مشيت مشوار طويل في موضوع الكيترينج، او مثلا ان انت اشتغلت في شركات كبرى، كان هدفك ان انت تكمل بشكل مميز، ولا انت جت معاك كده لما خرجت من المطاعم اللي انت كنت بتتكلم عليها؟ لا كان هدف ان انا ابقى مختلف، لان هو الاختلاف دايما بيكون افضل. فيعني حبيت كمان اتميز في التورت ال 3 دي، الافكار اللي بره الصندوق خالص، يعني مش الحاجات التقليديه او التورته اللي عليها صوره او التورته اللي عليها مثلا فروت او شوكليت بس، يعني حبيت ان انا ممكن اعرف الانسان مثلا بيحب ايه او هواياته ايه، وممكن من خلال الحاجات اللي بيحبها انا هقطع بقى ايه واحنا قاعدين كده، هقوم اجيب الطبق الحلو ده، لا استنى انقي بقى عشان انت جايب ايه اختيارات كتير، فانا هقوم
وانا عاجبني جدا جدا ان انت عامل حاجات جديده ومختلفه، عايزك تكمل كلامك وانا هدوق كده عشان افتح اكمل نفس كل الناس اللي بتشوف. انا نسيت احنا كنا بنقول ايه. احنا كنا بنتكلم على الحاجات اللي احنا ممكن تعملها مميزه وتضيف فيها افكار جديده، وفي نفس الوقت الافكار دي تخليك في حته تانية مش المعتاد اللي هي مطعم عادي وبتعمل حلويات عاديه وبتعمل تورت، لا انت تميزت واتجهت اتجاه تاني. تمام. يعني هو التميز اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي هو انا ما يعني ما بعملش تورت تقليديه، انا بشوف مثلا المناسبه ايه او الحدث ايه وببدا بناء عليه ان انا اعمل موضوع اللي بيجسد الحدث او المناسبه او الحاجه اللي بيحبها صاحب المناسبه، سواء تكريم سواء عيد ميلاده سواء نجاحه، وبعبر عنه بقى بالتورتايه. حلو جدا جدا. وانا ذقت انت عامل زي حاجات فخار. تمام. فيها تشوكلت وفيها حاجات كيك وحاجات زي كده. تمام. الحلويات بتبقى عايزه حد متخصص في الحلويات غير الاكل. انت فكرت في الشركه اللي انت هتعملها دي هتكبر موضوع مقتصر على الحلويات بس، ولا انت بتعمل كل حاجه وكيترنج ومطبخ بقى حاجات حادق وحلو والكلام ده؟ في قسمين، قسم للحوادق وقسم للحلويات. يعني الحلويات يعني متميزين في التوريدات كمان، الحاجات الخاصه بالكافيهات والمطاعم الكبيره، وعندنا خط انتاج كامل للكاترينج برضه اللي هو الميني ساندوتش والسلزونات والميني بيتزا والكلاب ساندوتش الحاجات البارده كده يعني.